السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي هذا الشيء وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا طهرت المرأة من النفاس قبل الأربعين، فهل يجب عليها أن تصوم إذا كان رمضان؟ أي نعم، إذا انقطع عنها الدم تغتسل وتصوم، فإن عاد عليها الدم تفطر، وصيامها الذي صامته كاملا صحيح. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.